خليني ابتدي معك بمرحلة مفصلية هي فيلم أحاسيس. أوكي. أحاسيس الفيلم اللي عرف الناس عليك، اللي عمل لك بومينج وشهرة، وبنفس الوقت عمل لك دعاية سلبية أو دعاية سيئة. دي حقيقة. يعني شهر يعني فايد وضر. دي حقيقة. بنفس الوقت. فيلم أحاسيس أنا أنا بتكلم بكل صراحة. أنا بصراحة ما كنتش مقتنعة من الأول من داي وان. وانا لما رحت مضيت على الفيلم انا مشكلتي متسرعه شويه. تمام. مضيت من غير ما اقرا. تقري دورك من غير ما اقرا دوري. اوكي تمام. روحت البيت قريت الدور، قلت لهم لا، قالوا لي لا احنا تصويرنا الصبح. فقانونا انت لازم تنزلي وانت ملتزمه بقى. انت ملتزمه طبعا. دي من اكبر غلطات حياتي. مع ان في ناس كتير قوي يقولوا لي لا الفنان يعمل كل حاجه ويمثل كل حاجه وايه المشكله. لا انا بالنسبه لي لا، الفنان ما يمثلش كل حاجه وبيعمل كل حاجه، لان انا عندي بنت اختي بخاف عليها وما احبش انها مثلا تتفرج على، فاللي ما احبوش على بنت اختي ما احبوش على ولاد الناس. دي اول نقطه. تاني نقطه، جيت قلت لهم انا مش عايزه البس بيكيني بعد اذنكم، لقيت نفسي انا بيتعمل لي كلوزات ولقيت نفسي انا ترند في الفيلم، مع ان الفيلم يعني ما شاء الله كان كل الفيلم او معظم زمايلي في الفيلم وزميلاتي يعني كله كان مرتاح. كله كان مرتاح. كله كان مرتاح. الناس سابت كل الناس وركزت عليكي اكتر. انا اللي اتعمل عليا فوكس لانهم ما كانوش متعودين عليا. الناس انت مش متخيله، انا بعمل سيرش مع فريق الاعداد، عم نشوف المشاهد الخاصه فيكي، لا 10 مليون مشاهده مثلا. صور لإلك بالمايو، ما بعرف كم مليون مشاهده صور لإلك تحت الدوش. انت وادوارد تحت يعني الدوش. في عنا مجموعه من الصور وفي عنا تعليقات من الناس تحت الدوش. لا بلاش صور بقى. لا انا احنا اصلا مش مخولين نعرضها كلها، بس عم نشوف من بعيد يعني. لا بلاش صور يا رغدة. اوكي. تحت يعني انا المشهد ده مثلا قلت لهم انا عايزه مايو عليه شورت. اوكي. فور اكزامبل. تمام. أوكي. والفيلم كان مرتاح بزياده، فلما تبقي في فيلم مرتاح بزياده وتبقي متحفظه وفي نفس الوقت السن ساعتها غير سني دلوقتي. انا ساعتها كنت صغيره يعني. كنت صغيره قوي. دلوقتي لو جاني والله لو ايه ما بتعملي ابدا. مستحيل. وطلبت شورت. طلبت شورت. وبعدين ما علينا، الدوش ما كانش في الفيلم ده، الدوش ده كان في فيلم تاني اسمه ايه نظام. وكنت طالعه ضابط. اوكي. فهي في معسكر ضباط ولاد وهي بنت. ومتنكره ولد، فداخله هو ده اساس المشهد. ده اساس المشهد، ان هي ايه واحده ما صدقت ان هي، وهي طول على طول حاطه باروكه وشنب وكده. الفيلم ده كنت انا ونشوى، حد دخل عليها فخافت لحد ايه يشوفها ان هي مش ولد بنت. أوكي. فالفيلم ده كان بطولتي انا ونشوى مصطفى، والفيلم ده ما فيهوش اي حاجه وما فيهوش اي ابتذال، ما فيهوش اي مشاهد سخنه خالص. وحتى المشهد ده كان في اساس الورق. يعني بيكمل الدراما. بيكمل الدراما. طب المشاهد مع ادوارد. مشاهد جريئه. والله انا وادوارد كنا متخانقين فتره طويله ومن ورا صالحنا. من ورا الفيلم ده. بس ذنبه ايه ادوارد بالموضوع؟ ادوارد كنا بنهزر انا وهو. وكنت قايله له يا ادوارد قبل تصوير المشهد. قبل التصوير انا ما كنتش اعرف ان ادوارد هيسحبني. فاحنا نازلين على اساس ان احنا اتنين بيتكلموا في البيسين وكده، فقلت اوكي. تمام. فهو كان بيهزر، هو عملها بعفويه، هو ما عملهاش بقصد. بس كان في اخراج بيصور. وما رضوش يشيلوها. وزي ما قلت لك ده ما كانش مكتوب على الورق اصلا المشهد ده. ده يعني مثل ما بيقولوا ارتجالي. فزي وما كناش متوقعين ان هم هينزلوا. وبعدين انا في الفيلم كان في ناس كتير قوي عاملين مشاهد كتيره يعني، فاهمه؟ الفيلم كله اصلا مرتاح يعني زي ما قلنا، بس الناس مسكت ايناس لانهم مش متعودين برضو ان انا ابقى لابسه مايو او بيكيني. وحتى المشهد في غرفه النوم برضو ايناس، يعني
انت المشاهد دي ما قريتيهاش؟ ما عرفتيش انك هتعمل مشهد اوضه النوم؟ قريته. اوكي. مشهد اوضه النوم عشان نبقى فير قريته، وده كان سبب اعتراضي على الفيلم. المشهد ده بس، المشاهد التانيه ومشهد ان احنا على البيسين برضو قريته، بس قلت لهم هلبس مايو عليه شورت، لان ساعتها كان في فنانات كتير قوي، ولحد دلوقتي فن عموما مفيش واحده يعني، في فنانات من زمان يعني، فنانات نجوم وعباقره لابسين مايو غيره، لابسين مايو، لابسين هوت شورت. فقلت ايه، طب ما انا عادي، ما ده فن يعني، زي ما هلبس حامل الفيلم ده. ساعتها كان ده تفكيري، زي ما في واحده تعمل شغاله، زي ما في واحده بتعمل رقاصه، زي ما في مش عارفه ايه، زي ما في زي ما في، فما حسبتهاش صح. للاسف حسبتي كانت غلط في الفيلم، لانه رده الفعل كانت اكبر كتير من الموضوع. من الموضوع يعني انت دخلت شفت تعليقات الناس؟ شفت طبعا، شفت طبعا. بقول لك الفيلم شايلوه لي كله انا، ما حدش غيري. يعني كان ما فيش حد، كان ما فيش ممثلات او ممثلين تانيين في الفيلم غير ايناس النجار. صح. مع ان انا دوري كان متوسط، و و و و والبرنامج ده ده برنامج لحد صديق. فانا رايحه مش مرتبين الاجهزه، الاسئله مش مرتباها خالص، ورايحه صديقي، فلقيته بيسالني في الاسئله دي. عارفه لما تصعب عليكي نفسك؟ ده البرنامج اللي عيطت فيه، صح؟ عيطت فيه. ولقيت الكاميرا يعني في الفيلم ما كانش فيه الكلوز، الزوم، زوم على المشهد، ما كانش كده، كان المشهد من بعيد وانا بنزل يعني الفيلم موجود والبرنامج موجود. لقيتهم في البرنامج هم اللي بيعملوا لي في الزوم على المشاهد. على مناطق معينه هم بيعملوا في الزوم. فلما شفت الزوم، حتى لو تركزي في العياط، انا شفت الزوم وبعد كده بصيت له قمت عيطت. عيطت، صعبت عليا نفسي، مع ان انا شخصيه قويه جدا يا رغده. ما بعيطش بسهوله يعني، الست اللي بتبقى قويه دي حتى لوحدي ممكن يبقى في عندي غصه في قلبي كده، ابقى قاعده ساكته، بس ان انا اعيط قدام حد دي مستحيل. خلاني اعيط قدام، صعبت عليكي نفسي، 100 مليون مشاهد يعني، صعبت عليا نفسي بجد. لا طبعا، وخاصه بس اقرا هيك نوع من تعليقات وتتابعيهم وبتقول يا جماعه يعني ما حدش عارف مظبوط الاسباب. وبعدين بالنهايه انت اعترفت انه انا كانت اختياري غلط وخاطئ، اليوم بالزبط. انا ما بعملش الدور ده تاني مثلا، بالزبط. او الخطوه دي تاني بالظبط. ف ف ف اللي هو خد حجم وخد انتقادات وخد سلبيات اكبر. وهو البرنامج هو اللي خلى الناس تاخد بالها قوي من الموضوع، لان انا في الفيلم اصلا انا ما عنديش غير مش عارفه 6 مشاهد 7 مشاهد ولا 8 مشاهد، في منهم المشاهدين بتاع البحر بتاع البيسين. طيب وبتاع قولي لي، بعد الفيلم ده وبعد اللي حصل كله والجدل الكبير، كان وقفه الى حد ما يعني؟ صرت تخافي تختاري اي حاجه جداً؟ خفتي ترجعي توقفي قدام كاميرا تصوير تقولي يمكن يتعامل فيني ضارب، يمكن يعني في الشك ده؟ فهماني؟ وانا بعد الموقف ده وبعد بعد البرنامج تحديدا، ده عمل لي دروب، ده من ضمن الحاجات. دروب منك ولا من الناس؟ مني، لان انا لما بغلط بقعد اقنب نفسي كتير قوي. انا يا رغده شخصيه طيبه جدا، ما اعرفش اكون شخصيه شريره او اغلط في حق حد واسكت، فما بالك لما بتغلطي في حق نفسك. الطيب ده بيقعد يراجع نفسه كتير قوي، وتقعدي ما بتناميش. فلما حصل لي الدروب بتاع الفيلم، بقيت حاسه نفسي ان انا غلطت غلطه كبيره قوي في حق نفسي، هتعالجي نفسك ازاي؟ فده ده 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 كانت مشكله بالنسبه لي. بس بعديها نزلت صورت فيلم واحد بعد صعيدي. قد ايه طلعت من المشكله؟ سنه. انا دايما لازم ال 12 شهر انت لازم تاخدي اشهر، صيف وشتاء. صيف وشتاء كاني قاعده في البيت وبكتئب وبنام، وممكن ما اخرجش بالثلاث شهور من البيت يعني. زعلتي؟ جدا. انا دومينيك اوقات لما بتخش تلاقيني مثلا قاعده تعبانه ولا نايمه، ولا تقولي قومي
مكتئبة أو صور أختي. أنا أختي طبعاً صور أنت وياها دايماً مع بعض التوأم بتاعي. هي سبورت ليا جداً هي ولانا ومامتي، بس صور هي صاحبتي وهي أختي وهي حبيبتي وكل حاجة. فقدريني أحسوا فيك، قدريني أحسوا بها، فتعرف تطلعني كمان صراحة. المشهد اللي صار وكل القصة اللي حصلت خلت بعض المنتجين يشوفوك بصورة معينة، يعني لما حنعرض عليك دور شايفينك في حتة معينة؟ لا خالص، على فكرة بعد أحاسيس ما تعرضش، يعني في 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 فيلم اتنين اتعرضوا ورفضتهم. أو لا في في تصدقي تصدقي دي مشكلة، لأنه دي ده خلاص مثل انطباع بصير بأذهان الناس لا دي تجيب مشاهدات على ده. واحنا عندنا مشكلة كمان في الوسط، لو عملتي دور رومانسيه تلاقي كل اللي معروض عليكي دور رومانسيه، لو عملتي دور اغراء تلاقي كل اللي معروض عليكي اغراء، لو عملتي دور شحاته رقاصه تلاقي كل. هو دي المشكله، يعني انا فتره من الفترات كانوا رابطيني قوي ببنت الوزير. عملت ست مسلسلات ولا سبع مسلسلات، الستة او السبعة ورا بعض بنفس بنت الوزير. فاللي انطلب مني كنت تقريبا بنفس الاطار، يعني انطلب بس رفضت خلاص، لاني كانت غلطه كبيره جدا. انا عندي بنت اختي بخاف عليها جدا 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 يا رغده جدا.